تفاديا للتزاحم في الأسواق الشعبية الناتج عن انتشار العربات والبسطات العشوائية في طرق العابرين على الأرصفة، قامت بلدية الشعب في مدينة قامشلي شمال وشرق سوريا بنقل العربات والبسطات إلى ساحات مخصصة بعد تجهيزها بعيدا عن التجمعات السكنية والطرق الضيقة. إجراء لاقى استحسانا من أصحاب العربات والبسطات، والذين رأوا أنه يهدف إلى إطفاء مظهر حضاري على مدينتهم من خلال تنظيم تلك البسطات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الأهالي وحل المشكلة المزمنة التي تتسبب باختناقات مرورية في الوسط التجاري. احنا بهالأسواق صار لنا شيء 7 سنين 8 سنين، احنا هون حارة شعبية هون، وهالأصوات ما أصوات اللي يصيحون أصلاً عيب، ومكاننا مو هون، لازم يكون في مكان خاص بعيد عن العالم مشان يكون مكان أسواق. هذا حارة شعبية فيها سكن فيها كل شيء. بدورهم عبر مدنيون عن ارتياحهم لقرار كهذا، إذ طالما كانت تشكل تلك الأسواق العشوائية إزعاجاً لهم وتضييقاً أمام حركة مرورهم، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من زيادة النفايات والمخلفات في الطرقات والأحياء. يعني تنظيم هالسوق والصف على جنب وإقامة محلات ثابتة شيء إيجابي وحضاري. أولي ماشي ما كنت تقدر تمشي مشي يا زلمة بالسوق من الفوضى. حالياً أن نتمنى أنه كل الخطوات اللي تقوم بها الإدارة الذاتية على هالشكل هذا. يعني بلدية الشعب في مدينة قامشلي أكدت أن هذه الخطوة تأتي لزيادة تنظيم المدينة والتخلص من ظاهرة الانتشار العشوائي ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكل من الباعة والمدنيين. هالعربيات الموجودة حالياً بالسوق مكركبين السوق، ما تقدر تحرك بالسوق بهذيك المنطقة، كلهم بدهم يتجمعوا بالساحة اللي اشتغلنا لهم إياها، هي مجموعة حدائد بروفيل قائمة قواعد مع سقف معدني من التوتيا. خلال 10 أيام ماكسيموم 15 يوم يكون السوق جاهز، نضب هالعربات. هدول كلهم جايين مسجلين أسماءهم اللي كانوا يشتغلوا بالمنطقة واللي موجودين بالطرق حاليا، مسجلين الأسماء وكل واحد يطلع له محل، ويمكن يبقوا عندنا محلات زيادة كمان. مشاريع يصفها السكان بالبناءة تتواصل على قدم وساق في مناطق شمال وشرق سوريا لتحسين الخدمات في ظل أزمات متفاقمة تشهدها سوريا جراء الحرب.